رجعنا لكم من جديد ورحب بكل الستات وكل اللي بيشوفونا النهارده على شاشه ام بي سي مصر. لما نيجي نوصف الجمال والانوثه اغلبنا بيرجع للستات زمان، وتحديدا فتره الاربعينات والخمسينات، وكانت الستات في الزمن ده كان الستات في الزمن ده النهارده فقدوا انوثتهم. النهارده بقى هنعرف معاكم اجابه السؤال المهم اللي بنساله وشاغل بالنا من اول الاسبوع، اسبوع الانوثه، وهو ليه الستات بقت مسترجلة أو طاقة الأنوثة عندها قلت. إيه الأسباب اللي ممكن تكون أدت أن طاقة الأنوثة عندها تقل، أو السلوكيات أو الحاجات اللي أنا بعملها كست غصب عني خلت الطاقة دي تقل؟ والأهم بقى من كده، إزاي أعلي طاقة الأنوثة وأهمية طاقة الأنوثة إيه، والتوازن في حياة كل ست وانعكاسه على بيتها وعلى أولادها وعلى حياتها، وإزاي أربي كمان بنات في البيت تبقى فاهمة يعني إيه طاقة أنوثة وإيه الفرق بينها وبين طاقة الذكورة، وإزاي يكون عندهم الطاقة دي. كل ده وأكتر هنعرفه من ضيفتنا الأستاذة نهى زهرة الغالية جدا الحقيقة، أنا من متابعينها وبحبها وبستفاد منها كتير بجد. كل بوستاتك واحد أو واحد لا بشياره عندي. الكاتبة والباحثة في العلوم الإنسانية، منورانا ومشرفانا نهى. أنت إلهام بجد ومنورانا ومشرفانا. شكرا جزيلا، أنا بحبك وسعيدة جدا بمتابعتك ليا وبكلامك. والله ده يعني ولا حاجة يعني، ومنورانا. شكرك استاذة نوى، منورانا يا هاني. اهلا وسهلا. نور، اهلا بالستات وشاشة ام بي سي. اهلا وسهلا يا فندم، ربنا يكرمك. عايز بقى اجيب الحوار من الاخر. ايوه، ليه الستات بقت مسترجلة فعلا؟ وايه اسباب ده؟ والانوثة راحت فين؟ انت لميت الموضوع عشان وسامة ما تبقالهاش حاجة تقولها. انا هسيبك انت يا شيف يعني، عادي انا وانت واحد. اتفضلي. الستات بقت مسترجلة يعني لو قلناها بلغة الانوثة يعني انثى مضطربة، يعني في اضطراب، حاجة حد مش متزن او مش طبيعي. ده بيبقى سببه في الاساس لان الانوثة، لو قلنا معنى الانوثة هو جمال تكاملي. تكاملي بيكمل بإيه؟ بالجزء الثاني من المعادلة ألا وهو الرجل. فلو أنثى بقت مسترجلة معناها أن كان في الراجل أو الجزء التكاملي في حياتها هو جزء مضطرب، فبيخليها بالتبعية مضطربة. يعني مضطربة إيه؟ يعني مسترجلة عشان في خلل في دور الراجل في حياتها، في خلل في دور الراجل، فعلى أساسه يبقى في خلل في دور الأنثى بالتبعية. بتضطر تعمل حاجات هي المفروض تتوفر من الطرف الثاني، فعلى اساس بتشيلها فمع الوقت بتعلي طاقه الذكوره عندها، فعلى اساسه بتبقى كده. لو واحده منفصله او لسه ما اتجوزتش يا نهى، ما هي هتضطر مش في حياتها بقى رجل، بيبقى هنا المشكله في التربيه مش في الطرف الثاني. لان التربيه المفروض، على ذكر السؤال ازاي انا كأم اربي انثى سويه، المفروض ان انا في التربيه اكون انا في البدايه انثى سويه، اني وعشان يبقى عندي انوثه سويه محتاجه ان انا احافظ على مشاعر معينه تكون مفعله، الا وهي مشاعر الطمانينه والسلام، ان انا اكون هادي. الطمانينه والسلام ده مفعلهم عندي تزيد طاقه الانوثه عندي. ايوه، لان هي الانوثه معناها السلام والطمانينه والسكون. دي مشاعر يعني خاصة بالسيدات أو البنت هتكتسب من مامتها الكلام ده. ده أول حاجة. لو أنا حد مضطرب يعني مثلا في التربية، لما بنتولد فبيبقى أكتر حاجة عايزين نتعلق بيها أمهاتنا، فلو بسبب أو بآخر الأم بعيد بتعاقب فبتجنب وبتدي بانشمنت معرفش إيه، فبيطلع عندنا حاجة اسمها الخوف من مشاعر الهجر. فلو كبرت على كده بيحصل عندي حاجه كده اسمها تكيف لمشاعر التعلق اللي حصلت، ان انا عايزه ابقى متعلقه بحد بشكل صحي، فعشان اعمل تكيف لده ممكن اعمله تكيف بشكل خاطئ، الا وهو ان انا ابقى عندي نمط تجنبي، يعني ابقى ببعد او بسيب مسافه او معرفش يتوجد في حياتي الشخص التكاملي، ابقى حياتي كلها شغلي وانجازاتي، ابقى ملتزمه بذاتي اكتر من ان انا يكون في حياه تكامليه مع طرف تاني. فده طبعا بيأثر في انوثتي بشكل صريح. او العكس، اني خوفا من الهجر ابقى حد يعني عامل زي القراده في حياه الطرف التاني، ماسكاه ومتابعاه وبغير عليه، فده برضو يأثر على انوثتي بشكل كبير، لانها تبقى انوثه مضطربه. ليه؟ لاني خايفه، اللي بيحركها الخوف مش الطمأنينه. طيب هل في انت قلتي